كيف ولماذا تظهر الإعلانات العربية في أهم الملاعب الأوروبية؟ ظهرت حديثا تقنية ثورية تسمح بإظهار الإعلانات العربية في أهم الملاعب الأوروبية، ودون أن يراها جمهور الملعب فرؤيتها تقتصر على الجمهور العربي. وفي نفس هذه التقنية تسمح للجمهور الصيني برؤية إعلانات صينية في نفس الوقت الذي يشاهد فيه الجمهور العربي إعلانات عربية، وفي نفس الوقت يشاهد الجمهور في الملعب إعلانات أخرى. كيف ذلك؟ أصبح ذلك ممكنا عن طريق تقنية DVR Live. تقوم هذه التقنية على استخدام لوحات إعلانية مصممة خصيصا لتعمل مع هذه التقنية، فهذه اللوحات مغطاة بمادة تمتص أشعة قريبة من الأشعة تحت الحمراء الغير مرئية. عندما ترصد كاميرا البث جزءا من الملعب يتضمن اللوحات الإعلانية، تتم عملية المونتاج الرقمي مباشر على الهواء، حيث يتم إزالة الإعلان الحقيقي الموضوع على لوحات الإعلانات ويوضع إعلان رقمي مخصص للجمهور العربي. هذه التقنية الثورية مكنت الشركة المالكة لحقوق نقل الدور من بيع اللوحة الإعلانية الواحدة لأكثر من جهة في نفس الوقت. فلو أخذنا على سبيل المثال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، سنجد أن العديد من القنوات العالمية تقوم بنقلها، فيتم بيع نفس اللوحة الإعلانية لأكثر من قناة ناقلة، فيشاهد الجمهور العربي إعلان عربي، والجمهور المكسيكي إعلان مكسيكي، والجمهور الكوري إعلان كوري، وهكذا. تمكن هذه التقنية الثورية الشركات العالمية من تخصيص إعلاناتها وحصرها بمنطقة معينة، فشركة كوكاكولا تعرض للجمهور العربي إعلان باللغة العربية، وللجمهور الإنجليزي إعلان باللغة الإنجليزية، يمكنها أن تعرض إعلان في المنطقة العربية فقط دون بقية العالم.